السيسي ينعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ويقرر ترقية الفريق الفقيد إلى رتبة فريق فخري ويقرر منحه وشاح النيل. السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم التعاون الاقتصادي والفني مع غينيا بيساو وسيسوكو، يتطلع للاستفادة من تجربة التنمية المصرية. بحضور رئيس الوزراء بدء تطعيم ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن باللقاح المضاد لكورونا. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأشاد الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفقيد معلما وقائدا مخلصا وأمينا على تراب الوطن حتى آخر لحظة من حياته، كما دعا الرئيس السيسي للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان. هذا وقد أصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية. كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب دكتور كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ودعت القيادة العامة أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محادثاته مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو عكست إرادة الجانبين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين عبر زيادة معدلات التبادل التجاري وتكثيف التعاون في نقل الخبرات المصرية وبناء قدرات الكوادر الوطنية بغينيا بيساو. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس السيسي مع رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو. عقب مباحثات قمة بقصر الاتحادية أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس غينيا بيساو عمر سيبوكو إمبالو، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا كشف خلاله عن فحوى ما حملته المباحثات بين الجانبين من ملفات وموضوعات متعددة، حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية. لقد أجريت مع أخي الرئيس إمبالو مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا لخدمة مصالح البلدين، وأكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين بلدينا إلى أفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجالات نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في غينيا بيساو. رئيس غينيا بيساو أعرب عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على كافة الأصعدة، مشيدا بالتجربة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي. ولهذا فإننا نلتقي اليوم هنا حتى يتسنى لنا أن نتبادل سويا في كافة المجالات، تبادل الخبرات مصر في مجال مكافحة الإرهاب والإشانج كوميرسيو، التبادل التجاري أيضا، الروفرتور للأمباساد الإيجيبسية في غينيا بيساو، سفارة المصرية في غينيا بيساو وسفارة غينيا بيساو هنا في مصر. وكما كان الوضع في السابق سيدي الرئيس أود أن أقول لكم أيضا
On aimerait bien qu'Égypte soit le porte-parole de Guinée-Bissau parmi les autres amis d'Égypte. On a échangé aussi concernant la coopération dans le domaine sécuritaire. المباحثات تطرقت إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة غرب إفريقيا وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأعرب الرئيسان عن توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين لدفع التنسيق والتشاور بشأن التعاطي مع هذه الملفات. كما تناولنا القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب وملف سد النهضة، حيث أوضحت محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات صد النهضة، مع التأكيد على استمرار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصاب. إلى الغرب الإفريقي يصل إذن تأثير الدور المصري في دعم الأشقاء الأفارقة لإقرار السلم والأمن والانطلاق إلى آفاق أرحب في العلاقات مع دول القارة السمراء نحو التنمية المستدامة التي تجني ثمارها شعوب هذه القارة. من مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية على رشوان النيل. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات قمة مع رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو الذي أشاد بالتجربة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا بقصر الاتحادية الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس جمهورية غينيا بيساو وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. سلام جمهورية غينيا بيساو. Thank you.
حرس الطرف جاهز للتقييم يا فندم. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انطلقت حملة تطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. بعد الأطقم الطبية انطلقت حملة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمركز الطبي بالقطامية. واطلع مدبولي على مراحل حصول الفئات المستهدفة على الجرعة الأولى من اللقاحات. معالي وزيرة الصحة والزملاء في الوزارة طبعا هم عملوا موقع إلكتروني للمواطنين علشان يسجلوا على أساس أن احنا نبدأ بموجب التسجيل اللي المواطنين بيتقدموا إليه، أن احنا بنحدد لهم الأيام اللي يجوا فيها علشان ياخدوا اللقاح، وإن شاء الله المرحلة القادمة بإذن الله هتشهد أعداد أكبر بإذن الله، وتبدأ إن شاء الله العملية تنتظم وربنا يقدرنا جميعا إن شاء الله. مدبولي شدد على حرص الدولة على تأمين أكبر قدر من اللقاحات بعد اعتمادها من هيئة الدواء المصرية، مؤكدا على اتباع الأسلوب العلمي في اختبار واختيار اللقاحات. هنبدأ إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لهذه المجموعة من المواطنين. الدولة النهاردة الحمد لله بتؤمن
أكبر حجم من اللقاحات من كل المصانع والشركات اللي تم اعتماد المصل الخاص بيهم من هيئة الدواء. وبالتالي احنا انا يعني حابب ان انا اؤكد ان احنا كدولة بنتحرك بطريقة علمية تماما. بنبدأ الاول يعني نختبر هذه اللقاحات من خلال الهيئة الرسمية المعنية بهذا الموضوع وهيئة الدواء في مصر. بعد ما بتجيزه وتعطي له التصريح بيبقى هناك التعاقد مع هذه الشركات المنتجة لهذه الامصال، ونبدأ ان احنا يعني نستقبلها ونستلمها وتتوزع طبقا للأولويات اللي موجودة. وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من جانبها أكدت على تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع الإلكتروني، موضحة أن هناك 40 مركزا على مستوى الجمهورية لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، على أن يتم زيادة المراكز تباعا والفئات المستهدفة كذلك مع زيادة تدفق جرعات اللقاحات إلى مصر. هشام حامد، النيل. حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسية التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقا للمواصفات الدولية ISO 9001 لعام 2015. يأتي هذا في إطار اتباع وتطبيق كافة معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الارتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني. حضر الاحتفال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، تضمنت عددا من البيانات العملية لرجال الحماية المدنية تعكس مهاراتهم في أداء مهامهم وما لديهم من معدات حديثة تستخدم في أداء واجبهم. الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية يهدف إلى إبراز جهود رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات. وتحت شعار حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، احتفلت وزارة الداخلية بهذا اليوم، حيث استعرضت خلاله المعدات والأدوات الحديثة التي زودت بها أجهزة الحماية المدنية، بما يمكنها من أداء واجبها في مهام الإنقاذ ومواجهة التحديات والمخاطر. إدارة عامة الحماية المدنية بتمد الإدارة بتاعتنا بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة المواكبة لأحدث التطورات العالمية المعتمدة دولياً، علشان تقدر تساعد الرجالة بتاعتنا في القيام بأعمالهم على أكمل وجه. دورنا بنتعامل مع الأجسام المتفجرة اللي بتهدد الممتلكات العامة وممتلكات الخاصة وبتهدد أرواح المواطنين. هدفنا الرئيسي هو حماية الأرواح والممتلكات. من أجل ذلك تم تزويدنا بأحدث الروبوتس اللي موجودة على مستوى العالم في التعامل مع الروبوتات المتفجرة. وخلال الاحتفالية تم تنفيذ عدد من البيانات العملية والتي تمثل محاكاة ميدانية لمهام الحماية المدنية في إطفاء الحرائق والإنقاذ البري، إضافة إلى التعامل مع بلاغات المفرقعات. وشارك في تلك البيانات عناصر شرطية نسائية تشارك لأول مرة في مهام الإنقاذ البري، إضافة إلى إطفاء الحرائق بعد تأهيلهن لتلك المهام. أخذنا فرقة الإنقاذ البري عشان نقدر نتعامل مع الحوادث اللي بتحتاج إلى عنصر نسائي. احنا اتدربنا على كل حاجه هنا كاطفاء وانقاذ سريع، كل حاجه احنا اتاهلنا عليها هنا واحنا قدمناها النهارده.
وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من المصابين من رجال الحماية المدنية وعدد من الضباط والأفراد والمجندين الذين أثبتوا كفاءة في أداء واجبهم. تكريم رفع من روح المعنوية، وده أقل حاجة أقدمها لبلدي، يعني أنا مبسوط إن أنا كده والله. شارك في الاحتفالية عدد من ذوي القدرات الخاصة الذين أثنوا على ما شاهدوه من كفاءة ومهارة أثناء البيانات العملية. بقالنا فترة يعني كمؤسسة بتعمل في خدمة ورعاية اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية، عاملين تعاون وعاملين أكتر من لقاء توعية وأكتر من حملة بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية. حلوة المطافي وعساكر استفدت كتير طبعا، أما يجروا شاي ضفوا حليقة شاي. وتتبع وزارة الداخلية منظومة متوازنة متكاملة فنية وبشرية للوصول إلى حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وبما يحفظ الاقتصاد الوطني ويوفر مناخ آمن للتنمية والاستثمار. إدارات الحماية المدنية بكافة مديريات الأمن شاركت المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية من خلال تنفيذ بيانات عملية بمقارها أو القيام بتوزيع الورود والهدايا ومطبوعات تضمنت توعية بمبادئ الحماية المدنية في تحقيق أمن وسلامة المجتمع. حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني شعار اختارته وزارة الداخلية للاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، وهو ما يؤكد على الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لهذا المرفق الحيوي من عناصر بشرية وتقنيات حديثة للقيام بواجبهم باحترافية في مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. التقى سامح شكري وزير الخارجية نظيره التونسي عثمان الجريندي، وعقب اللقاء أكد شكري وجود إرادة قوية بين القيادتين المصرية والتونسية للارتقاء بعلاقات البلدين. عقدنا جلسة مباحثات منفردة وجلسة مباحثات موسعة تم خلالها التطرق لكافة أو العلاقات الثنائية، ووجود الإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لإطلاق هذه العلاقات والارتقاء بها وتفعيل الآليات التي تخدم هذه العلاقات في الإطار السياسي والاقتصادي والثقافي، والعمل على استمرار التواصل والتنسيق، وأيضا فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والاهتمامات الدولية المشتركة. تونس طبعا عضو في مجلس الأمن في الوقت الراهن، ولديها إسهامها في القضايا الإقليمية سواء كان القضية الفلسطينية، قضايا وتطورات في ليبيا، علاقتنا المشتركة إزاء أشقائنا في أفريقيا وعملنا المشترك في الاتحاد الأفريقي. كل هذه الأمور تحدثنا فيها، وهناك توحد وتوافق في الرؤى فيما بين البلدين حول كافة هذه القضايا، ونتطلع واتفقنا على أن نكثف من عملنا المشترك خلال الفترة القادمة. وفي الجانب التونسي أكد وزير الخارجية عثمان الجريندي الاتفاق على تكثيف جهود التعاون مع مصر في جميع المجالات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون خاصة في المجال التجاري. تطرقنا إلى العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، ورأينا أنه من الأنسب أن نكثف كل مجالات التعاون بين بلدينا ونبحث على سبل جديدة لامتداد هذا التعاون إلى مجالات كبرى، خاصة وأن الفترة الحالية يعني بعد هذه الجائحة أثبتت أنه يعني لا تستطيع أي دولة مهما عظم شأنها أن تعيش بمفردها مقوقعة على نفسها، وهذا درس كبير يجعلنا اليوم نفتح أبوابنا لبعضنا البعض حتى نستكشف مجالات تعاون في عديد المجالات، وخاصة في مجال التبادل التجاري، وهناك يعني من المقومات التجارية في البلدين ما يجعلنا نكثف هذه المجالات ونستكشف مجالات أخرى في نفس هذا الإضمار. التعاون التونسي المصري شامل وكامل، لكن يستحق الرعاية ويستحق التعمق في شأنه، واتفقنا على أن نكثف المشاورات بين بعضنا البعض في هذا المجال الثنائي.
أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تستمر طوال العام الحالي، وذلك بالمركز الثقافي في بورسعيد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تضم الاحتفالية 100 نشاط ثقافي وفني وفكري يشمل جميع ألوان الفكر والإبداع بمشاركة جميع قطاعات وزارة الثقافة في عدة مواقع ثقافية بمحافظة بورسعيد. أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالسودان. ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم الفيدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان. وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ. وجه بابا الفاتيكان البابا فرانسيس رسالة إلى العراقيين قبيل زيارته المرتقبة إلى بغداد غدا، أكد فيها أنه ذاهب إلى العراق رسول سلام بعد سنوات من الحرب والإرهاب. وأضاف البابا فرانسيس أنه يطوق لرؤية أرض العراق مهد الحضارة في أول زيارة رسمية يجريها البابا فرانسيس إلى العراق. أهدت الصين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شحنة من اللقاح المضاد لكورونا لتطعيم جميع العاملين في مبنى الأمانة العامة للجامعة والمترددين عليها. في إطار التعاون المستمر بين الجامعة العربية وجمهورية الصين، تم توقيع اتفاقية بينهما بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي وسفير الصين بالقاهرة لدعم الجامعة في لقاحات كورونا. نشكركم على اهتمامكم دعم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستمر الحقيقة، ويعني نشعر بأن هذا الدعم يصب دائما في اتجاه تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة الموجودة بين الدول العربية والصين. أكد السفير الصيني على أهمية العلاقات مع الدول العربية والتي شهدت نموا كبيرا في الفترة الأخيرة. التعامل مع الجامعة العربية يمتد على مدار السنوات الماضية، ويأتي تقديم اللقاحات من ضمن بنود البيان المشترك لمواجهة فيروس كورونا، وهو ترجمة حقيقية لقوة العلاقات مع الدول العربية وقدوة قوية لبناء مستقبل مشترك مع الجامعة العربية. تم التأكيد خلال المؤتمر على أهمية زيادة العلاقات بين الدول العربية والصين في الفترة القادمة، خاصة في ظل وحدة الرؤى تجاه القضايا العربية، وكذلك تنفيذا للاتفاقيات مع وزراء الصحة العرب لمواجهة جائحة كورونا. تعاون وثيق بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية امتد على مدار السنوات الماضية في جميع المجالات، وخاصة في دعم القضايا السياسية العربية. ليأتي توقيع الاتفاقية ويؤكد على مدى قوة ومتانة العلاقات العربية مع الصين. من جامعة الدول العربية منذر أبو دوح، النيل. ومباشرة إلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الثامنة، ومباشرة إلى زميلي الأمير داود، إليك أمير. شكرا جزيلا لك غادة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون من أجل البدء في دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون لبدء دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة مع شركة ديم البلجيكية. وأكد رئيس الوزراء أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية،
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر أن التوقيع على الاتفاقية يؤذن بالبدء في الدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير إلى الخارج. قرر مجلس الوزراء بدء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا يوم الأحد المقبل الموافق 7 من شهر مارس الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى تخفيفا للآثار السلبية تلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة. تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أقيم معرض ومؤتمر عاصمة الأمل 2 الذي تنظمه مؤسسة الأهرام للعام الثاني على التوالي بالتجمع الخامس، ويستمر المعرض من اليوم الخميس وحتى 6 مارس الجاري بمشاركة نخبة من كبرى الشركات العقارية العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة. استكمالا للنجاح الذي شهدته الدورة الأولى من معرض عاصمة الأمل، وهو معرض متخصص لشراء العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، جاء المعرض في نسخته الثانية والذي يقام في الفترة من 4 حتى 6 مارس الجاري بتنظيم مؤسسة الأهرام. المعارض دي مهمة جدا لأنك أنت تروج للمنتج بتاعك، والمنتج بتاعك منتج فاخر جدا، وده في نفس الوقت ترويج للعاصمة الإدارية، لأن لما المطور النهاردة بيعرض وبيبين مكانه فين وإيه المستوى الهائل بتاع المنتج بتاعه بيبقى موجود، إيه الخدمات اللي بتتقدم وإيه اللي موجود في العاصمة، فهو في نفس الوقت ترويج للعاصمة الإدارية. واحدة من أكبر المشروعات الحضارية والعقارية، هي مش عقاري بس هي حضاري كمان، نقلة كبيرة جدا عملها سيادة الرئيس بتبنيه فكرة إنشاء عاصمة إدارية جديدة للدولة المصرية. يمكن دي بتبقى حاجة معدودة يمكن على مستوى العالم، تلاقي تجارب محدودة في الإطار ده، في ماليزيا، في تركيا، في بعض دول قليلة قوي من دول العالم اللي تبنت مثل هذه الفكرة، وكانت من الأفكار الناجحة مصر عملتها بشكل كبير جدا، نقلة كبيرة. منظمو المعرض يعملون وفق استراتيجية تسويقية تسعى لاختيار العملاء المستهدفين لتحقيق أقصى فاعلية بيعية ممكنة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والتي تضمن سلامة العارضين والزائرين. احنا بنشارك في المؤتمر ده أو المعرض للمرة الثانية للسنة الثانية مع مؤسسة الأهرام اللي دايما شريك استراتيجي لينا في المعارض العقارية، ودايما من الناس اللي بتدعم جدا جدا وجود معارض عقارية، تدي فرص للعملاء ان هم ياخدوا عروض مختلفة. هذا وتشهد الدورة الثانية من المعرض مشاركة واسعة من المطورين العقاريين والذين يعرضون مساحات متنوعة من الوحدات العقارية والتجارية والإدارية، مع تأكيدهم على أهمية الانضباط في مواعيد التسليم. إذا كان العمل يسير على قدم وساق بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لافتتاحها، فإن بوادر بث الروح في أرجائها تتجلى في المعارض الممهدة لذلك، وعلى رأسها معرض عاصمة الأمل. عمرو عبد العزيز، النيل. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمضي قدما على طريق التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مشيرا إلى أن مصر أخذت زمام المبادرة بالتعاون مع الدول والكيانات لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة للتعاون الفعال بين دول المنطقة في تحقيق أقصى فائدة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي وتصديره لأوروبا. ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر سيراويك، المؤتمر الأهم عالميا في مجال الطاقة، والذي تعقد فعالياته افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 5 من شهر مارس بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي تمويلا تنمويا بقيمة 109 ملايين يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة
في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأوضحت المشاط أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، كما أشار الجزار إلى أنه سيستفيد من المشروع نحو 162 ألف مواطن في البداية، وعلى المدى البعيد سيستفيد منه نحو 236 ألف مواطن آخرين. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث هدأت وتيرة هبوط السوق لدى إغلاق تعاملات اليوم في نهاية تداولات الأسبوع، بدعم من تراجع الضغوط البيعية وانخفاض معدلات الائتمان لدى شركات الوساطة، والتي شكلت ضغطا كبيرا على السوق خلال جلسات هذا الأسبوع. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 689 مليارا و800 مليون جنيه، وسط تداولات كلية وصلت إلى مليارين و700 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 52%، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 24%. في أسواق البترول العالمية، قفز سعر برميل خام نفط مزيج برنت اليوم الخميس إلى 5% ليسجل 67 دولارا و11 سنتا للبرميل، بالتزامن مع اجتماع دول أوبك بلس. وجاء صعود النفط بعد توقعات بتمديد محتمل لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل. وانطلق اجتماع دول مجموعة أوبك بلس، حيث سيتم بحث سياسة إنتاج النفط في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة نوعا من التعافي بعد تراجع أزمة كورونا. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الوضع تحسن في سوق النفط، لكن توقعات تعافي الطلب ما زالت الضبابية تكتنفها، كما حث على توخي الحذر واليقظة بشأن سوق النفط. ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى زميلة غادة فاروق واستكمال البانوراما. تفضلي غادة. شكرا لك أمير. أعادت السلطات النيجيرية مئات الفتيات إلى مدرستهن للم شملهن مع أسرهن بعد اختطافهن الأسبوع الماضي. وأعلن حاكم ولاية زمفرة أنه تم الإفراج عن 279 طفلة، في حين كانت الحكومة النيجيرية أعلنت في وقت سابق أنه تم اختطاف 317 طفلة من قبل جماعات مسلحة تقوم بتنفيذ عمليات خطف جماعي. بعد محنة استمرت 5 أيام، أعادت السلطات النيجيرية مئات الفتيات إلى مدرستهن للم شملهن مع أسرهن بعد اختطافهن الأسبوع الماضي. إنني سعيد، سعيد للغاية. اختطفوا بناتي وأخذوهن بعيدا، ولكنني اليوم سأراهن بعيني. عبد الله أنقى أحد الآباء الذين هرعوا إلى المدرسة لرؤية بناتهم، لكنه فوجئ بوجود بنتين فقط من بناته الثلاثة التي كن بالمدرسة عند عملية الاختطاف. نعم، احتضنتهما، احتضنت اثنتين من بناتي، ولكنهن ثلاثة، لماذا لا أرى غير اثنتين؟ فقال لي إنهن لم يكن في حافلة واحدة، فتركتهما لأبحث عن أختهما بداخل المدرسة. حاكم ولاية زمفارة صرح أنه تم الإفراج عن 279 طفلة، في حين كانت الحكومة النيجيرية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اختطاف 317 طفلة. أصبحت المدارس في نيجيريا هدفا لعمليات خطف جماعية تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية، في موجة بدأتها جماعة بوكو حرام وبعدها تنظيم داعش بغرب إفريقيا، ثم بدأت عصابات إجرامية في ممارسة الخطف بعد ذلك. بانوراما المتواصلة معكم، ونتابع فيها بعد أخبار الرياضة. مغامرون يستعرضون مهارات التزلج على الجليد بجبال الألب السويسرية.
الولع بالمغامرة شغف لدى البعض لا ينتهي، وفي جبال الألب السويسرية حيث المناظر الخلابة اشتعلت روح المغامرة لدى هؤلاء من يعشقون الجليد والتزلج. في خطوة فريدة جمعت بين الرياضات المختلفة في المناظر الخلابة للثلوج في سويسرا، شاركت مجموعة من راكبي الأمواج بالألواح الشراعية والمتزلجين على الجليد في مشروع تحت اسم إكس بروجكت، وهو في طور التكوين منذ سنوات. والشيء الفريد في هذا المشروع أنه مزج بين الرياضات المختلفة في الثلوج. نظراً لطبيعة جبال الألب الساحرة، استضافت 5 من أجرأ المغامرين المتمرسين في الألعاب الثلجية الخطرة المتمثلة في التزلج على الجليد، حيث استعرضوا مهاراتهم الرياضية المختلفة فوق مسارات ومنحدرات الثلوج بعد أن حطوا على سفوح الجبال بطائرة مروحية. ويكشف مشروع إكس بروجكت عن زوايا ومنورات رائعة، ويفتح أبعادا جديدة في الرياضات الشتوية. وبلا شك تعتبر سويسرا واحدة من أفضل الوجهات في أوروبا لممارسة رياضات التزلج، حيث تتفوق القرى والمنتجعات السويسرية عندما يتعلق الأمر بالرياضات الثلجية لطبيعتها البيئية الفريدة المتنوعة من حيث المنحدرات والحدائق الثلجية ومسارات التزلج.